ليتني جاي جاي. لا 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 ما بطول لك، ليتني صفيت سيارة يا زلمة. طيب يا شباب يلا جايك خلاص، والله صفيت سيارة ما بتفهمت لك فهم يا زلمة. لك يا حمار، لك يا غبي، فهم فهم بس خلية أتك السيارة يا زفت. ايه ايه والله صفيتها، صفيت سيارة. سيارة نظيفة سوالة 200-300 ألف. خبر واحد ونبيعه. تحية غبار حبيبي، يلا بنحكي باي. لك انا تركت السيارة هون، جهاز تعقب، السيارة سرقت. ها مو بعيد هشام، تعال عندي سرعة، رح ابعث لك موقع بدي اياك تيجي عليه فورا. السيارة حلوة. ما لك يا ابني، نحن انت بدنا ناكل مال حرام، وحرام عليك، روح رجع على صاحبي. هلا مضطرين، بعدهم بنبيع ومنسافر فيها، بعدهم منتوب لله بنستغفر. لك ابني ليش انت ضامن حالك تعيش لبكره؟ لك يا امي انا ما حدا عم يرضى يشغلني، وانت عم تشتغلي شهر كامل بالخرز وعم تجيبي 1000 ليرة. 1000 ليرة شو بدك في اجار بيت ولا اكل وشرب؟ لك امشي ماما امشي. حسبي الله ونعم الوكيل. شو هاد؟ مرة سيارة السيارة؟ ابن خربان، حسبي الله ونعم الوكيل. واليوم بجي مصلح خلي يصلح الباب، لا حول ولا قوة الا بالله. انا هلا حكيت مع الزلمة وقال بياخذها، بعته اياها قال بياخذها ب70 ألف ليرة، فكفينا نروح اوروبا فيها. لك يا ابني والله غلط، يعني ما عم بعرف شو احكي معك، حرام حرام ما بيصير. تيلي مو حرام؟ لك مو حرام عم ناكل خبز يابس؟ لك مو حرام عم ننام جوعانين؟ لك مو حرام انا عمري 15 سنة ولهلا ما درس؟ لك مو حرام انا ما حدا عم يشغلني؟ هاد كله عادي بس انا سرا سيارة حرام؟ ما عليك، انا بس بضل اسمه مال حرام. ماما شينا هالموضوع خلص، هلا جاي زلمه ياخذ سيارة وخلص. هلا عرفت ليه سارقين، وانا عم بقول لحالي معقول مرة وابنه جايين يسرقوا سيارة؟ وش رموش حرامية؟ بس هلا عرفت ليه سرقوا. الله يعين العباد، بس قلي شو نعمل هلا؟ أنا برأيي سامحهم سامحهم، بين عليهم جماعة كتير درويش، لك حتى باب بيتهم دفشته وفتحت قلت لجوا يا زلمة ما له قفل. أيوة هذا أفضل حل. ما بعرف يعني نسامحهم بحق السيارة كلها؟ السيارة علي ونص عليك، بنشيل أنا وياك بوجه الله تعالى خير. إيه إذا هيك ما في مشكلة، محفوظ أحكي معهم كلمتين لما بقى هيك. انا مين؟ مرحبا اختي. لك مين انت؟ مين فوق؟ شو فوتك لهون؟ مين انت بتفوت هيك على بيت الناس بدون ما بتعرفوا مين انا؟ بعتذر منك كثير اختي، بس انا جيت ادق الباب عم شفته سمعنا قرط الباب، فتح الباب لحاله، بابه كان مفتوح، وبصراحه انا جيت عم بقول لك انه انا صاحب السياره اللي سرقها ابني كانت. اه اخي الله يوفقك يا اخي، هذا ابني طايش ولد طايش، ما بعرف شو عمل. الله يوفقك يا اخي، لا تشتكي علينا من شان الله يا أخي، داخل على الله وعليك، سامحه لوجه الله، الله يوفقك. رؤية يا بنت الناس، مين قال لك رح اشتكي؟ لا بس أنا كنت مفكر شيء عصابة نشلتني،
يوم شفتكم المرة انت وياه عرفتكم جماعة درويش، حقتكم لهون بس لحتى اعرف شو وضعكم وليش سرقتوا السيارة، وسمعت كل شي عم تحكون انت وياه. وخذي مني ومن هالشب هاي السيارة صارت لكم ومسامحين فيها ليوم الدين. عم تحكي جد؟ لا لا اخي ما بدنا شي منك، خلص كتر خيرك. لا اختي خديهم معلش، بيعوا قوة واشتروا بحقها شي او سافروا فيها اذا بدك. مثل ما قال لك مسامحة بالسيارة وبحقها، وانا رح افرغ لكم اياه ورح بيع لكم اياه واغلى من هيك، لانه هاي السيارة بتسوى اكثر منك بكثير، يعني اقل شي بتجيب لكم شي 100-120 ألف ليرة. انا رايح عند واحد حرامي رح ينصب عليك. لك روح الله يوفقكم ويجب بخاطركم يا رب. سامحني اخي مشان الله سامحني. سامحكم الله يسامحكم. يلا ولا يهمكم، يلا سامحك على السيارة الحارة. سلام. مسامح يا اخي مسامح على كل اختي. انا بكره ان شاء الله بكون هون باخذ لكم سياره بفرغها ومنبيعها ان شاء الله، وخذوا حقها ولتكون في سوا. سلام عليكم. كتر خيرك.